فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له. وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء، وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه، ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب،